ازيكم؟ عاملين ايه؟ ايه الاخبار؟ وحشتوني قوي 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 بعد غيبه طويله. المهم خلونا ما نتكلمش في تفاصيل الغيبه دلوقتي، في فيديوهات كتير هتكلم عنها. المهم حبيت ان انا ابدا بفيديو عن منتجات انا بقالي شهر وشهر وشويه انا ما بستخدمش غيرها وبجربها، حاجات هي طبيعيه بقى، جوز هند وزيوت كلها طبيعيه، فهتكلم عنها النهارده. بس كعادتي بحب شويه الفيديو يبقى فيه حاجه تدينا طاقة إيجابية، أو بمعنى أصح تدينا بوش إن إحنا نكمل أو نحلم أو نحقق حاجة نفسنا فيها. فالفيديو بناء على طلب صاحبة المنتجات هو قصة، يعني هي قصة حابة من خلالها تقدم منتجاتها. يعني هي بتقول إنه المنتجات بتاعتها مش مجرد هي منتجات عايزة تباعها، هي قصة تعبها وإن هي حققت حاجة بسيطة قوي وبدأت إن هي تكبرها حبة حبة لما بقى عندها منتجات بتاعتها. فالنهاردة هوريكوا على منتجات حلوة قوي تستخدميها في الشتاء، سعرها مش غالي، وكمان أحكي لكم قصة البنوتة. فبليز كيب واتش. حاجة تعالوا الاول نشوف ايه هي المنتجات اللي انا استخدمتها ورأيي فيها وتشتروها ولا لا، تستاهل فلوسها ولا لا. اول حاجة البنوتة اصلا لما بدأت ان هي بدأت ان هي بتعمل ماسكات بتقول الناس عليها، فبدأت الناس تقول لها لا طب انت جهزي لنا الحاجات دي وهاتيها لنا على طول. فمن هنا جت الفكرة من خلال حاجة بسيطة قوي، بدأت ان هي تعمل تركيبات وتعمل حاجات. ناس كتير احبطتها بناء على كلامها، ناس كتير حاولت تقول لها انت مش تنجحي في الموضوع ده، بس هي اصرت وصممت ولما شفتها كان معاها كده نوت بوك جميله بتكتب فيها كل حاجه وقد ايه هي مصممه ان هي توصل رغم ان اي حد بيقول لها لا. من هنا بصراحه حبيت ان انا اقدم لكم المنتجات بكل الحب وبحبها وبنجاحها، ان هي بجد عملت حاجه حلوه وبجد ان هي نجحت وكانت مؤمنه بنفسها جدا ورغم ان هي سنها صغير ولسه بتدرس. علشان كده بس حبيت من خلال المنتجات دي مش بس اعرفكم على حاجات تستخدموها لبشرتكم، كمان بعرفكم على حاجه معنويه، حاجه هتبقى عندك تقولك بجد لو عندك حاجه نفسك تعمليها فيلا روحي واعمليها وما تخافيش، ومهما كانت الحاجه بسيطه، الموهبه بسيطه، الهوايه بسيطه، تقدري ان انت تكبريها وتعملي منها بروجكت، تعملي شغلك اللي انت حابه تعمليه. يعني مش لازم كلنا نبقى بنعمل نفس الحاجه، حاولي ان انت تخرجي عن البوكس من غير ما تخافي. فالبنوته دي بصراحه انا عجبتني قوي، كنت عايزه اعمل الفيديو ده من زمان لولا الظروف يعني. فبصراحه انا معجبه بيها ويا رب كل حد عنده حاجه نفسه يحققها كمان يحققها. تعالوا بقى نتكلم حلاوه شويه وبيوتي بقى وحاجات كده. من زمان قوي ما عملتش ريفيوز للبشره، يعني كنتش بستخدم حاجات كتير، بس تعالوا نشوف. اول حاجه ممكن اتكلم عنها قربت اخلصها هي مزيل الميك اب بتاعها. الحلو فيه ان هو بيشيل الميك اب، يعني في مزيلات ميك اب بستخدمها بيقولك عادي تستخدميها في العين ومش خطر، بجد بتحرقلي عيني، وفي نوع معين عملي حساسيه، بس انا ده بشيل كده في عيني وبعمل ما بيعمليش اي حاجه. فاكتر حاجه عجبتني فيه ان هو امين على منطقه العين، فانت ممكن تشيلي بيه، لان ده كان اهم حاجه ان انا اجربها قبل ما اتكلم فيها عشان حاجه حساسه. بس حلو قوي مزيل الميك اب. وعلى فكره انا نزلت ستوري على انستغرام وانا بستخدم الحاجات دي كلها، فهحاول ارجعها لكم او ممكن اوريكم في اخر الفيديو كل الحاجات دي بعملها ازاي، بس عشان الميك اب ده محتاجاه لسه فيديوهات تانية. ده العشق اللي هو انا اكتر حاجه بستخدمها، ده تونر للبشره، بس هو مش بس تونر للبشره، هو بيديها ترطيب بلمعه، بحب استخدمه قبل ما انام، وبحب استخدمه مع ان هي قالت لي بلاش قبل ما انام، بس انا بحب استخدمه قبل ما انام وبحب استخدمه قبل الميك اب والصبح، فطول الوقت تش تش تش، فبحبه جدا التونر ده. كمان ده بتاع العين، هو حلو جدا بس بتاخدي منه يعني نقطه تعمليها حوالين عينك عشان ما تبقاش كتير، بتخلي تحت عينك، يعني انا كان عندي مشكله ان تحت عيني هنا ناشف، فلا بجد بيضيع الحاجات الناشفه اللي تحت العين، فحلو قوي. طيب نروح بقى على الكنز اللي هو اهم حاجه للشتاء. ده مرطب للبشره، بينفع البشره العاديه والمختلطه، مختلطه في بقى جوز هند وحاجات كده برده، ده بيتحط منه نقط صغيره، بجد مش بأفور، هو بيطري البشره، وبعدين مهما كانت بشرتي ناشفه من قله الميه او مثلا في فتره جت
شربتش ميه كتير خصوصا ان احنا في الشتاء، فلا بحس ان انا بحطه بقوم تاني يوم بحس ان وشي نضر. فبجد سيرم البشرة ده حلو قوي. طيب تعالوا نروح للسكرابات بقى. السكراب اللي حلو جدا ده سكراب الجسم بالعسل. انا بس مش هعرف افتح الحاجات دي وامسكها قوي عشان ملزقه من استخدامي. حلو قوي السكراب ده للجسم، واللي احلى كمان منه سكراب العسل بتاع البشره. حلو قوي. لو انا اول مره استخدمته لقيت حبوب، بس الموضوع يا جماعه الحبوب طلع وبكلام دكاتره كتير ان انت بشرتك بتنضف، فلما بتنضف بتطلع الحاجات اللي كانت تحت، فده بيكون عادي، بس بعد كده بيبقى حلو. ده فيه فيتامينز وحلو قوي. كمان عندها سكراب السكر والعسل وحاجات كتير بتاع الشفايف، بس ده بينزل فانا خايفه يبهدلني. حلو قوي. طيب تعالوا نروح لاهم حاجه بقى اللي هي للحبوب. العلبه دي وفي سيرم هوريه لكم. بتاخدي من الباودر دي حاجه بسيطه وتحطي السيرم ده عليها، واللي هي بتاعه الودن او باي حاجه تحطي على قد الحبايه. ادي اصحي تاني يوم تلاقي حبايه وقعت. ده عن تجربه في حبايه في وشي. فدي الحاجات بتاعت لادوري، حبيت ان انا اوريها لكم. كلها حاجات طبيعيه، هي بتعمل خلطات طبيعيه جدا، جوز هند بقى، زيوت، فيتامينز، حاجات كتير طبيعيه. فدي من الحاجات الحلوه. المميز في المنتجات ان هي اسعارها مش غاليه، وبتبقى عامله لك باكج يعني الحاجات اللي انت محتاجاها وبتقول لك سعرها كله على بعض. فهي دي الحاجات بصراحه حبيت ان انا اعرفكم عليها. حابه ان انا الفتره الجايه اعمل ريفيوز كتيره، اعمل ريفيوز كتيره عن حاجات للبشره واللبسنا وشكلنا، بجانب مفاجاه ان شاء الله بجهز لها ان هي تنزل كل جمعه. فتابعوني، اعملوا لي سبسكرايب على القناه لو مش عاملين لي، وما تنسوش كمان تتابعوني على الانستغرام، لان لما بختفي شويه من اليوتيوب بكون موجوده على الانستغرام. فتابعوني واستنوا فيديوهات حلوه قوي. ويعني حسب البلان ان انا عايزه انزل ثلاث وخميس وتشالنج يوم الجمعه، بس خلونا نبدا بيومين في الاسبوع ونسيب الموضوع الباقي ده بقى يجي كده حسب يعني ايه ظروفه. وبس يا رب الفيديو يكون عجبكم. هتلاقوا لينك البيج بتاعتها والانستجرام تحت في الديسكربشن بوكس، ولو انتوا في اليوتيوب في الفيسبوك هتلاقوا في اول كومنت. ف يا رب يكون الفيديو عجبكم وفاتكم، وبحبكم قوي. باي.